القوى الكريمة. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. إخوان تبارك الله عليكم، إحنا سعداء بهذا اللقاء هذا اللي هو لقاء تواصلي. قدمنا راسكم، بعدا باش يعرفكم المشاهدين، حيت كاين اللي يعرفكم كاين اللي ما كيعرفوش. نعم سيدي، معكم مراد حنية، رئيس لجنة تصريف أعمال شباب العرائش، اللي كلشي كيعرف شباب العرائش، التاريخ ديالها، والأزمات ديالها، والإخفاقات ديالها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بعدا كنتمناو من الله يرفع علينا هذا البلاء ويحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا. اللي كنشكروه من هذا المنبر انه ضحى باقتصاد البلاد من اجل الشعب ديالو، وكنتقدموا بجزيل الشكر للسلطات المحليه على هاد المجهودات الجباره اللي كتقوم بها في هاد الجائحه. وكما كيعرف الجميع، حنا واحد اللجنه ديال تصريف الاعمال اللي كيسهروا عليها بعض الاخوان لانقاذ ما نقدروا انقاذه من شباب العرائش. اللي كيعرف كلشي ان التاريخ ديال شباب العرائش راه هو تاريخ عريق. بداية ديال الموسم كان معروف ان السي جعفر هو اللي كيسير الفرقه، ولكن واحد المثل المغربي كيقول يد وحده ما كتصفقش. السيد ضحى بولادو ومالو الخاص، وكنوجهوا له تحيه لانه كيشاهدنا الان، وكنوجهوا له السي جعفر تحيه لانه هذاك راه هو اللي دار فينا الحماس باش ما نكروشي. هو اللي دار فينا الحماس باش نشبروا الوقت اللي تخلى زمام الامور، وخلى لنا هذا العتق، خلى لنا هذه الغيره اللي هي كانت فينا كابناء العرائش. والحمد لله تضافر الجهود ديال بعض الاخوان قدرنا اننا في الشطر الثاني شبرنا الفرقه اللي كيعرف جميع من المباراه ديال القصر الكبير. والحمد لله يعني لاول مره، بعدا اللي عرفوا المشاهدين، لاول مره انها تكون 18 لاعب محلي، ما فيهم حتى شي لعاب اللي هو اللي كنقولوا حنا باسبانيا استراخيرو، يعني من برا المدينه. 18 لاعب كامل محلي. اللي كيعرف الجميع ان هاد اللاعبين 18 لاعب وما بينهم الطاقم الاداري اللي كنشكروا السي رضا على التضحيات اللي قبل يشبر الفرقه في هاد الازمه وفي هاد الظروف الراهنه. واللي كيعرف الجميع ان الخزينه ديال الفرقه اللي عندنا حنا هي صفر درهم. خزينه كاينه خزينه، ولكن هذيك امور ما نهضروش فيها لان امور ساعات وساعات باش نهضروا على هذيك الامور الماديه الاخرى اللي عندها نزاعات ما بين المكاتب السابقه. هذوك يعني راه بوحدهم نهضروا على المكتب ديالنا. اولا باش نهضروا على هذه الجائحه، ان الجائحه راه هي متضرر فيها جميع، يعني جميع الفرق المغربيه والانديه، وما بهم نهضروا بالخاص على الفرق المحليه شباب العرائش. العرائش كنا يعني في الدوره ديال المجلس الاقليمي والمجلس البلدي كانوا خصو يعني المنحه ديال الفرق. هذه المنحه الفرق كنا يعني باغي اننا نقضوا بها، لان حنا كنخسروا من جيبنا الخاص، الاخوان راه عارفنا كنخسروا من جيبنا الخاص. يعني هاد المنحه اللي كتعطينا كنا نعطيوها للعابه او الطاقم التقني اللي كيسالوا الديون المتراكمه للاعوام ديال الشطر الاول. يعني الشطر الاول راه ما تخلصوا حتى شي مستحقات ديالو. حنا باش جينا تفاوضنا مع اللعابه اننا من عاد جينا المنحه ديال البلديه وجينا المنحه ديال المجلس الاقليمي غنعطيوكم المستحقات ديالكم كامله. ماذا بينا كنتفاجئوا بالقرارات ديال رئيس مجلس البلدي او قرار ديال رئيس المجلس الاقليمي على تحويل الاموال ديال الفرق والانديه ديال جميع مكوناتها وجميع اختلافات ديالها لجائحه كورونا. نهضروا على جائحه كورونا، حنا ماشي ضد المغرب او ضد الجائحه او حنا مع المغرب ومع اي مبادره اللي كيديرها سيدنا، ولكن سيدنا كيوصي بالمجال الرياضي، لان المجال الرياضي راه داخل في الكوارث، داخل في هذا الميدان ديال كورونا. علاش؟ لان الاسر
حنا بطبيعه الحال شباب العرائش اللي كيعرفها راه عندها لعابه اللي هما مجوجين اللي هما عندهم اسر اللي هما عندهم يعني راه ما عندهمش لا تغطيه صحيه لا راميد لا حتى شي حاجه. اذا هذا السيد هذا راه هو حتى هو من يعني يستحق القفه يستحق كذا. اذا انا علاش كنعطيه القفه ولا نعطيه شي حاجه هو عنده مستحقات في الذمه ديالنا حنا. اذا حنا في الذمه ديالنا خصنا نلبيو له هاد المستحقات ديالو. اذا باش نلبيها له بالمنحه اللي كتعطينا الجامعه واللي كتعطينا الجامعه واللي كتعطينا المجلس الاقليمي. المنحه ديال الجامعه ما نهضرش عليها لان كاينه فيها شي اختلافات وفيها شي امور هذيك راه في القضاء يحسن المصير ديالها. ولكن حنا كنهضروا على المجلس الاقليمي والمجلس البلدي عيب وعار اننا نحرموا هاد الوليدات هادو من المستحقات ديالهم اللي هما الصراحه راهم ادرى بها يعني حتى راه هما كتحسبوهم من هاد الجائحه ونحسبوهم. احنا راه عينا ماشي عينا ماديه لان باش تصير الفرقه وانت كتعرف يعني فرقات البلاد راه عندها ديبلاسمات راه الديبلاسمه الوحيده اللي خارج المدينه اقل كتكلف 11000 درهم هذه راه قليله يعني اقرب مسافه اللي كتقام عليك 11000 درهم هذه غير تنقل بلا منح ديال التعادل او منح ديال الفوز يعني هذه راه بلا منح عساكا يعني الصالير ديالهم اللي كنشكروا من هذا المنبر كنشكروا اللعابه اللي انهم ضحاوا بالصالير ديالهم كيقول لك انت تدخل المنحه عطينا الصالير ديالنا يعني شوف على بديل انه يديروا علاش على التوني ديال المدينه على باش نشرفوا ونلبي واحد شويه لهاد المدينه هذه اللي هملناها حنا ما نهضروش على مسؤولين راه هما راه الله يحسن العون حنا كولاد عرايش راه حنا هملنا هاد الفرقه هادي حنا هملنا هاد المدينه لا من ناحيه الرياضه لا من ناحيه الثقافه لا من ناحيه ديال حتى شي حاجه هملناها. لو كنا كشباب اننا بحال دابا جاتنا غير على الشباب اننا نزيدوا بها قدام راه كاين الناس اللي هما سابقيننا كانوا خصهم يزيدوا لان باش ما نضيعوش هاد الوليد بحال اللي قال اسماعيل قال ولادنا في عيب فيهم راه حنا شباب حتى حنا راه كنا مرينا بهاد الظروف هادي حنا كنا كنعرفوا الكابو كنفيقوا كيمشيو للكابو الشباب العرائش حنا صغار حنا كنتفرجوا شباب العرائش كلشي كيحلم انه يوصل باش انه يلعب شباب العرائش دابا ملي غيوصل دابا هذا الحلم ديال الدري الصغير انه باش يوصل شباب العرائش غيقول لك غيديو ليها فلوسي غيديو لي بزاف حاجات هذا هو يعني اللي كنطلبوا ان بدا من المسؤول الكبير في البلاد اللي هو سيد العامل انه يشوف هذه البلاد حنا ما كنقولوش انه علاش خصص وعلاش دار حنا كنقولوا بواحد المعنى اننا يشوف هاد الوليدات يشوف هاد الجائحه اللي هي تاكي كتضرب هاد القطاع هذا لان راه عندنا مسؤولين عندنا لعابه عندنا كرة عندنا مصاريف عندنا دين على الفرقه راه باقي الدين على الفرقه دابا حنا يعني باقي مثل المطاعم باقي الكرة باقي بزاف ديال الحاجات وكذلك الصالير ديال الفرق كامل لا من الاطر الاداريه ولا من التقنيه ولا من اللاعبين هذا هو اهم حاجه ونتمنوا من الله اننا يراعي لنا هاد الالتماس اللي درنا البارح الجمعه مع الانديه كامله بمختلف اشكالها وان شاء الله يربي يكون خير من هاد البديله هذه والاخوان ان شاء الله يربي يكون خير. اخوان انا معكم بغيت نسولك اخي مراد بالنسبه للاعبين يعني من بدايه الموسم الى يومنا هذا يعني شحال كيسالوا مشهور هو ما نكذبش عليك انه نقدر نقول لك كيسالوا من بدايه السنه الى يومنا هذا الصلاه الحمد لله كنقولوها من نهار اللي بدينا حنا شبرنا شباب العرائش ما كيسالوا حتى من حد المباراه الا الا كانت من حل اخرى سوينا هذه الايامات هذه لان الظروف كانت وقعت ما عطيناهاش سيربلاس ولكن بالنسبه للصلاه راه حتى شي واحد مدى المستحقات ديالو اذا من بدايه السنه الى يومنا هذا الى تحسبها ولكم واسع النظر حسبوها نتوما كما شرنا سابقا بان اهم شيء في شباب العرائش السنه هذه رغم الضيق المالي ورغم المشاكل ورغم الكوارث اللي كيعاني فيها الفريق الشيء الجميل هما ولاد المدينه كما كنقول ولاد المدينه ديال باقي الشباب هما اللي كيدافعوا على القميص هذا هو اللي صراحه عجبني انا واثر الانتباه ديالي الناس ديال المدينه كامل كتلقاو ولاد المدينه هما اللي لقاو الفريق في هذه الفتره هذه كنتمنى ان الجهات المختصه الفريق كنتمنى بان الناس اللي مشرفين على الفريق انهم يحافظوا على هذا الشباب لانه هادو هما الربح باش تلقى المدينه ديال العريش في هذه المشاكل في الضربيه تلقى الفريق كيلعب
بالمشاكل ديالو تلقى لاعبين وسط المدينه، هذا شيء يفتخر به ويعتز به، لان هادو هما اللي غادي نلعبوا بهم القدام واللي غادي نطلعوا بهم ان شاء الله. السؤال ديالي بالنسبه للاعبين، اللاعبين حاليا واش توصلوا بشي مبالغ ماليه على حساب كتعرف يعني الناس جالسه ثم يصرفوا اللي عنده التزامات عنده بلاده واللي عنده كل واحد الدور ديالو. بدا نقول لك واحد المثال اللي كنقولوا حنا، واخا شويه ماشي كنقول لك الحمي كتخناس كيهزوها مواليه، حنا جبرنا رجال صراحه مزروعين فيهم الروح ديال المدينه اللي ضحاو بوقتهم بولادهم بهذا باش انهم ما يعتذروش باش ما يسحبوش من البطول. هذا افتخار للمدينه وافتخار لهاد الشباب هادو، وكنتمنوا من الله انهم يزيدوا في هذا العطاء ويصبروا معنا. بما يخص السؤال سي محمد على واش استلموا شي مبالغ ماليه، هذا اللي يخفى عليكم حنا باش نقول لكم، راه قلتلكم بدايه حنا كمبادره باش جبرنا الفرقه، راه جبرناها من جيبنا الخاص. اللي غنقول لك ان سوينا الوضعيه ديال المنح، اما واش عطيناهم شي يعني شي مبالغ زايده، هذا لا ما كايناش، وما نكذبش عليك اخي محمد، لان اصلا اسمعني، لان اصلا سي محمد حنا ما عندناش شي مدخول اللي غنقدروا اننا نعطيو اللعابه، راهم صابرين عارفين الوضعيه، حنا جينا بمن الخاص قد المستطاع، يعني ماشي نقولوا حنا بتضافر بعض الجهود حنا الاخوان ديالنا، يعني كل واحد كيعطي واحد النصيب وكنكملوا ديك الرحله وكنكملوا ديك الميحه باش اننا الاخوان يبقاو يعني يبقاو الحمد لله يبقاو مزيان ويبقاو يعني مستمرين في البطوله. هذا هو اللي بغينا نعرفوا، هو كيفاش تعامل المكتب مع الوضعيه هذه. دابا حنا كنعرفوا التضحيات ديال المكتب منذ بدايه يعني لجنه الانقاذ للفريق وكشي، يعني في هذه الجائحه هذه شنو هي يعني الحلول اللي وضعتوها انتم كمكتب، يعني فهمتي شنو هي المبادرات ديالكم، يعني مثلا من جهات اخرى الى اخره، البحث عن يعني في اطار التكيف مع الوضعيه، شنو قمتوا المسائل اللي قمتوا بها باش تشوفوا الوضعيات الاجتماعيه لان والتداعيات كذلك النفسيه والاثار ديال الحلول. المبادره بحال اللي قلت لكم قبيله كانت واحد المنحه كانت على الذمه ديالنا، واللي صرفناها في هذه الجائحه هذه اللي تقريبا صافي سويناها الوضعيه، الا باقي سي رضا مشكور اللي باقي واحد الطرف من المنحه ديالو ما تبرش، غير باش نوضح للاخوان ان المبادره اللي قمنا بها وهي اتصال بالجهات المختصه، يعني بحال اللي درنا البارح، يعني رساله للسيد العام، لان هذو اللي شفناهم انهم حنا لاعبين واللعابه ضايعين والطاقم التقني، ما بالك ان الانسان في هذه الجائحه وكلشي مسدود ولا خدمه لا حتى شي حاجه، يعني شنو كاع تكون النفسيه ديالو؟ راه حنا راه في المدينه وعارف الوضعيه ديال المدينه ديالنا وعارف اللي جلس في الدار شنو هو الوضعيه ديالو، يعني كيطلب مصاريف كيطلب اي بزاف ديال الحاجات، اذا هذه الوضعيه هذه راه اي واحد كيمر بها، هي اي واحد محسوس بها، يعني سواء اللعب سواء بالناي سواء اي حاجه راه هو كيمر من هذه الجائحه هذه. نعم، فهاد الخصوص هذا شنو هي يعني الرساله اللي كتوجهها جميع المتدخلين اللي عندهم علاقه سواء في هذا هو المضمون. نعم هذا هو المضمون، واحد المضمون هذا باش يجوز. صح، اسمح لي هذه النقطه استاذ، اسمح لي، حيت كاين مجموعه ديال الاخوان كيتصلوا خصهم يشاركوا وخصهم يوصلوا الميساج ديالهم، كنتمنى اي باش كمل كمل على الجواب ومن بعد جاوبك. تفضل اخي، السلام عليكم. كمل السؤال. المعلم بخير، خير بخير، بارك الله. أنا الآن على المباشر أخي، على المباشر. واش معكم على المباشر لا؟ نعم على المباشر أخي، واش باغي تهضر؟ مرحبا. تفضل أخي، طرح السؤال ديالك. شكون الشخص؟ شرفنا بك أخي وعطينا السؤال ديالك، تفضل. أنا مختار بدون صفة، مواطن عراقي. مرحبا. مرحبا أخي. الله ينورك يا حبيبي. مرحبا اخي، مرحبا. ونسالوا بعض النقط اللي كانت سمعتي مزيان، اولا كنشكروا المنصه الرقميه ديال المهرج المصري على هذه البادره وعلى هذه الاستضافه الطيبه. بخصوص البيان ولا التعليق ديالكم ولا ديال الجمعيات الرياضيه في المدينه على المنح ديال المجلس البلدي ولا المجلس الاقليمي ولا سواء الجهه،
انا كنهضر على الفرقه ديالي دابا، كنهضر على الشباب العراقي. اه ولات خلينا نهضر انا بصفه عامه، غندخل معاك للشباب العراقي. الفرق شوف ملي شفنا البيان كاينه فرق مخبعه غير ديك البيان، ما كتعمل والو، ما كتنشطش، ما كنعرفوهاش اصلا، فهمنا؟ نعم. ولكن كتشي ديالها في البيان، هذه اولا. ثانيا حنا كنعرفوا شنو العائد شنو كيمر منه، وكنعرفوا ان اللعابه ما كيتخلصوش، لكن اللعابه ما كيتخلصوش بالملايين. ما عندناش حنايا اللعابه ديال البريمير سيري كيديو 2 مليون في الشهر، راه اللعابه حنا كنعرفوهم كاملين في البلاد. الا عطيتيهم شي بركه الله كيقول لك شكرا وكيمشي بحاله، فهمنا؟ نعم هاينا معاك. فاذا فاللعابه ديال الكره بحالو بحال الفنانه، بحال اللي كانوا كيخدموا الموسيقى في الاولاد الليليه، بحالو بحال اللي كانوا كيديروا اي مهنه موازيه. فالدوله فكرت فيهم وخصصت لهم ديك المبلغ ديال الاعانه من 800 ل 1200 درهم. ما كنظنش ان كاين شي لاعب فريق العرائش كيتخلص اكثر من 1200 درهم في الشهر اولا، فهمنا؟ ثانيا ملي كنجيو نقولوا اننا خصنا المنحه الفلانيه والمنحه الاخرى بلاش، فهذا كيكون واحد النوع ديال الانحياز، ولا نسميها ما عرفتش المصطلح باش ما نقولش شي مصطلح قبيح. كنتمنى تحاول تخلص، الله يفتح عليك. المنحه الفلانيه بلاش. نعم نعم نعم. و بكم 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 وبين حنا خصنا نوضوا هاد الرياضه في العرايش. نعم الحمد لله، هذا يشهدنا التاريخ بعدا يا قصدي. ان شاء الله بتضافر جهود ديال الاخوان كاملين، بتضافر ديالكم، بتضافر ديالكم، بتضافر ديالنا، ان شاء الله يا ربي نشوفوك احسن. اشي عافيه نعم سيدي. لا اولا 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 البيان، البيان دار 100% على اللعابه. الثنائيات ما تدخلوش الثنائيات، الثنائيات ما تدخلوش الثنائيات باش تحاول تجاوب، حاول تقول لي اختصر السؤال ديالك. شكون هو المطعم وشكون هو الدار؟ لان عند حاسب ما كاينش، هذه ماشي الساعه ديال خلصني، هذه الساعه ديال كل شيء ساكت وجالس في داره، حتى تدوز الجائحه وغير 20 في الشهر ويتزول الحظر الصحي ونهضروا في خلصني وما خلصنيش وعندي الكريدي وما عنديش الكريدي. السؤال اخو، السؤال باش للوقت الله يعزك، السؤال ديالك. السؤال ديالي نعم شنو هو السبب هذا الدعم؟ نجاوبك نجاوبك اخاي، نجاوبك مرضي. مرحبا شكرا بزاف وسمح لي. هلاي خطك يا مرضي، شكرا اخاي، اسمح لي اسمح لي. باش نجاوبوا الاخ، الفائده من هذا الدعم، باش ما يقولش علينا ما نجاوبوش. باش الفائده من هذا الدعم هذا هو ان باش اللعابه دائما تمشي اللعابه والطاقم التقني تاع هما مضرين، بحال اللي قال سيدنا خصص واحد المبلغ اللي عنده جوج اوساط ب 100 درهم، اللي عنده 300 ألف درهم، واللي عنده اكثر من يعني اربعه افراد 1200 درهم، هذا ما كندخلوش فيه. وسيدنا الله ينصر لنا والله يخلي لنا، دار ورعى البوبري ورعى كل شيء، ولكن راه عنده الناس راه عندها كريديات، راه هاد اللعابه عندهم كريديات. الا جينا نسولو اي لعاب قول له شحال عندك ديال الكريدي، غيقول لك عندي قده وقده. علاش؟ متراكمه متراكمه، يعني ما كنهضروش على دابا، كنهضروا على الناس راه عندهم متراكمين. اذا انا اللي طاني الدستور
عطاني ان المنح دازت مجلس الاقليم ودازت من مجلس بلدي. السيد العامل عرفوا خصو يعرف يعني العواقب ويعرف هاد الظروف اللي كيمروا من الانديه. انا ما كانت انا كنهضر على الفرقه ديالي، يعني الظروف ماديه خانقه. علاش؟ لانه اللي كيعرف السلطه كامله كتعرف ان الشباب العرائش كتسير من طرف اشخاص من جيبهم الخاص. هادي اللي خصكم تعرفوها، ان السلطه كامله كتعرف ان الشباب العرائش، وكنضرب صفه خاصه للشباب العرائش، لانها كتصرف من مال خاص ديال الاخوان، وبعض الاسهامات ديال يعني ديال المحسنين اللي كيديرونا بها، ومداخل ديال المباراه. هذا هو اللي كيسير بها الفرق. يعني شي حاجه واحده اخرى الاخوان راه ما كايناش. هذا هو الجواب. سي قادر السؤال ديال الله يسيتو. السؤال يعني كنا صاحبي يعني كنا هضرنا على شنو هي الحلول اللي قدمها الفريق. واش اتصلتوا مثلا مع جميع المتداخلين مع الفريق، سواء كانوا اقتصاديين واجتماعيين او رياضيين او حتى من ساكنه اللي كيساعدوا الفرقه، يعني واش درتوا شي مبادرات، واش درتوا شي حاجه باش على الاقل تعطيو واحد الحلول مثلا يعني مستعجله لبعض الحالات. فهاد الجائحه واللي كيعرف الكل ان كل شيء في الحجر الصحي وسد عليه بابه وسد عليه كذا، اللي كتبقى ان السلطه اللي اتصل بها، او بحال اللي قلنا في البيان، ان السلطه او المسؤول اللي اتصل به كلشي يعني الشغل الشاغل ديالو وهو جائحه ديال كورونا. اذا ماشي نساو يعني خصهم انهم السلطه الله يحسن العون راه ليل ونهار سهره على انها باش تفرض الحجر الصحي للناس، تنظم اسواق، تنظم هذه. يعني ما جبرناش واحد المسؤولين. دابا بهذا البيان هذا حنا نقدروا ان شاء الله يا ربي، وفي هذا التواصل ديالكم بهذه المنصات يعني وصل الصوت ديالنا المسؤول ديال المدينه اللي هو سيد العامل، انه باش يشوف من هاد الانديه ويشوف من هاد اللعابه هادو، لان حتى هما اللي جاي يسولهم ولا جاء اي واحد دار معاهم واحد استجواب ولا حد اللايف، راه غيديروا واحد المعاناه بحال اللي كنعانيو حنا. راه الانسان الله يحسن العون في هاد الظروف هادي وفي هاد المعيشه هادي، الله يحسن العون الجميع. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي اننا نكون وصلنا واحد الجزء، ماشي واحد نكون وصلنا واحد الجزء للسلطه والسيد عامل البلاد والمجتمع المدني كامل بهذه الرساله هذه. وكنشكروا من هذا المنبر، كنشكر هذه المنابر الاعلاميه، وكنشكر اللعابه بعدا ديالي شباب العرائش والطاقم التقني، ويعني اي واحد متداخل في الطاقم المسير لهذه اللجنه هذه ديال تصريف الاعمال على المجهودات الجباره والمجهودات اللي ابانت وكلشي كيشهد بها في مدينه العرائش على التضحيه اللي درنا باش وما كنساو السي جعفر التضحيه اللي دار في البدايه ديال السنه انها باش انها تلعب الفرقه. يعني راه الفرقه كانت عاد تمحام من القاموس ديال هذا، يعني باش تلعب هذه الفرقه هذه. وكنشكروا المكاتب السابقه حتى هي، حتى المكاتب السابقه حتى هي نشكروها على اللي دارت كامل. وشكرا، شكرا الاخوان كاملين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كنتم مع مراد حنيه مدير تصريف الاعمال بشباب العرائش، اللي مكلف بانقاذ يعني انقاذ الفريق، يعني اللي تحمل المسؤوليه بعد المشاكل اللي